قراتنا من جامعة دمشق حنروح لحديقة تشرين يلي احتضنت الذكرى الثانية لانطلاق مؤسسة هنا هويتي التنموية ضمن مقهى وكافي سوسيت، حيث تم عرض فيلم تعريفي بأعمال المؤسسة وإطلاقها لعدد من البرامج التخصصية وبناء قدرات اليافعين وتفعيل دورهم في المجتمع وخلق بيئة داعمة. لنحكي أكثر عن هي الفعالية، ضيفتنا لليوم هي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة هنا هويتي التنموية السيدة ماريا. يسعد صباحك، وصباحك سعادة على طول. صباحكم أسعد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. مبروك الانطلاق، مو الانطلاق، الاحتفال بالذكرى الثانية. خلينا نحكي أول شيء عن هذا اليوم اللي أكيد كنتوا عم تجهزوا له احتفال بمنجز استمر لمدة عام كامل من البرامج التخصصية ومن الفعاليات. نروح على رمزية اختيار مقهى سوسيت. أول شيء خليني أقول شو مشاعرنا بعد سنتين من الجهاز. يعني كنا واقفين نفس الوقفة عم نشرح فيها شو حلمنا وشو حابين نعمل من هيكلية عمل ومشاريع قبل بسنتين، بس كان ما في عنا شيء ملموس. اليوم وقفنا نفس الوقفة بعد بسنتين بإنجازات حقيقية، والحقيقة كتير كبيرة للشباب. اخترنا المكان بحديقة سوسيت أو بحديقة تشرين، مقهى سوسيت هو لجمعية جذور أيضاً يلي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. فاليوم كل مؤسسة عم تحمل مسؤوليتها الاجتماعية، وبالأحرى كل مجموعة فاعلة من المجتمع عم تشتغل على مسؤولية اجتماعية معينة، فنحن لازم نكون داعمين لها وتوصلنا كمان بذات الطريقة من يهتم بتحمل المسؤولية الاجتماعية، لأنه كلياتنا معنيين بالموضوع. اليوم مسؤولية الشباب هي مسؤوليتنا، مستقبل سوريا هو في مستقبل شبابنا أو في تمكين هالجيل الجديد. هذا الجيل يلي عم نشتغل عليه هو جيل الحرب. صحيح. فاليوم لما بنحكي عن جيل عاش حرب، فمعناتها صار في عنده قناعات مختلفة عن اللي عشناها، صار في عنده قيم مهتزة ربما نتيجة الوضع الاقتصادي، نتيجة الوضع الحرب يلي كان، الصراعات، صار في رغبة بالسفر أحياناً. طيب نحن قديش مسؤوليتنا تجاه هذا الجيل لنقدر أولا نعرفهم على شو في إمكانيات ببلدهم ليقدروا يستثمروها، قديهنن عندهم إمكانيات ليقدروا يبدعوا، قديهنن مسؤولين تجاه بلدهم وتجاه مجتمعهم، وقديش سواء كانوا ببلدهم أو سواء كانوا بالخارج قديشنن معنيين بالعودة أو بالانتماء أو بالدعم أو بالتفاعل مع أهل بلدهم. فالشي اللي عم نحاول نشتغل عليه هو قديش نحن قادرين نمكن الشباب ليقدروا مرتبطين بانتمائهم، بهويتهم، بمعرفتهم لتاريخهم وبمستقبلهم مع بلدهم. ست ماريا، من تاريخ التأسيس وللذكرى الثانية كان في نشاطات وكان في مشاريع كانت موجودة على الأرض. خلينا نحكي عن الإنجازات اللي تمت خلال الفترة الماضية. صممنا برامج المؤسسة كبرامج معنيين نحن فيها بكيف منقدر نوصل ثقافة أو نزرع ثقافة جديدة، ثقافة وعي عند هذا الجيل. فعنا كان خمس برامج عمل. برنامج أجيال يلي معني بتمكين وتدريب الشباب، وهلأ منحكي عن المراحل الثلاثة يلي أسسناها. وعنا برنامج الأرض يلي هو ارتباطهم هنن بالأرض، قديش نحن قادرين نقربهم للأرض أكثر، للزراعة يلي بتعلم الصبر، المسؤولية، الحب، العطاء، قديش قادرين يفهموا من هاي الأرض قيم جديدة ويعرفوا اقتصاد بلدهم ليقدروا كمان مستقبلهم ينبنى على أهم عنصر اقتصادي في البلد يلي هو الزراعة ومنتجاتها. البرنامج الثالث تراث يلي هو علاقتهم بتاريخهم وقديش ارتباطهم ومعرفتهم لهويتهم وقديش قادرين يبنوا المستقبل من هذا التاريخ ويكونوا فخورين ببلدهم. وهذا الشيء اللي بنشتغل عليه ضمن برامج هنن بيشتغلوا عليه حسية، يعني هنن بيبحثوا عنا مو طلقين.
البرنامج الرابع مدينتي والبيئة، علاقتهم بمحيطهم العمراني، بمدينتهم، بالنظافة اللي فيها، بالطبيعة اللي فيها، بالموارد الطبيعية، قديش هن المسؤولين أمام هي الموارد، سواء كان لإنتاج الكهرباء، المي وآخره، فقديش معنيين بعناصر ومبادئ التنمية المستدامة. والبرنامج الأخير هو مجتمع سليم، يلي هو أي موضوع بخص الشباب بهالمرحلة العمرية بينطرح، هن قادرين يطرحوا مختصين ليناقشوا فيه، يقدروا يستوعبوا لحتى يقدروا يستفيدوا ويتمكنوا. نرجع لبرنامج أجيال. برنامج أجيال أسسنا فيه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة تدريب وتنمية، منفوت فيها على المدارس بين عمر 15 و 18 سنة، يلي هي المرحلة العمرية الحرجة يلي بتتشكل فيها القناعات، بتتشكل فيها الشخصية. هون بتكون الثقة بالنفس، فقديش كل ما خلينا الشباب يكتشفوا ذاتهم، يكتشفوا مهاراتهم، كل ما كانوا أقرب إلى شخصية سليمة ومتكاملة. المرحلة الثانية هي نادي أجيال، بينتقلوا من مرحلة التدريب، من اكتشاف ذاتهم، تطوير مهاراتهم وتعزيز مجموعة القيم عندهم بالمرحلة الأولى، لمرحلة العمل الجماعي. بيطرحوا مشاريع، بيشتغلوا بطريقة جماعية، بيعرفوا بيمارسوا مهاراتهم والتنوع الاختصاص، فبيبلشوا بيتعلموا على ثقافة تكامل العمل الجماعي. بعدين طبعا هن بيديروا النادي، هن بيمارسوا إدارة الأقسام تبعيتهم، هن بشكل تطوير أو إنجاز المشاريع اللي عندهم إياها. نحن دورنا بيكون داعم فقط. أما المرحلة الثالثة فهي أجيال كوب يلي أطلقناها بأيار الماضي، اللي هي برنامج توجيه التخصصي. برنامج توجيه التخصصي منطلع شباب هذا الجيل على شو عم بيصير up to date حول العالم، المجالات التعليمية التخصصية بالجامعة، الحقل المهني، لأنه اليوم نحن بعالم متغير، فإذا بدنا مستقبل سوريا يواكب هذا العالم فنحن مسؤولين عن أنه نمرر لشبابنا شو عم بيصير تطوير بالمستوى التعليمي التخصصي وبالعمل المهني. بمختلف نشاطاتكم وبالعناوين اللي ذكرتيها حضرتك، بنشوف قيمة الحوار يلي عم تحاولوا تجسدوها اليوم، هذا الحوار مع الشباب، نعلمهم كيف يحاوروا، كيف ما يعني ما يستلموا او يتقبلوا اي فكره بدهم ما يقلبوها براسهم يتناقشوا فيها. خلينا نحكي عن بعض النشاطات اللي ركزتوا عليها وعززتوا قيمه الحوار، ويمكن رحله صيدنايا كان فيها تبادل الادوار بين الاهالي والولاد، خلينا نحكي اكثر عنها. كل سنه باخر كل سنه بنهايه الصيف بنعمل يومين مثل هيك جمع لكل شيء قدمناه خلال السنه، فمنركز دائما بهاليومين ثلاثة على العلاقة بين الشباب والأهل، لأنه خلال عملنا بالسنة منكون عم نركز على الشباب وضمن المدرسة، فاليوم لازم يعرفوا الأهل وين وصلوا أولادهم. الحقيقة كان عنا مرحلتين من العمل مع الأهل بسنة 21 السنة الماضية. عملنا تبادل أدوار بين الشباب وأهلهم، فالشباب أخذوا دور الأهل والأهل أخذوا دور أولاد، ومثلوا لنا وكل واحد سحب كرت لمشكلة ممكن تصير بالعائلة، فهن دوني ما هي المشكلة كيف بيحلوها أو كيف كل واحد بيتعامل مع أولاده بالحالة الطبيعية وشو ممكن يكون الحل. فلقينا أنه بلشوا يفهموا الأولاد وجهة نظر أهلهم بالتدخل، وبلشوا يفهموا الأهل رغبات الأولاد وثورة الأولاد بهاي المرحلة العمرية، لأنه بيثوروا على كل القيم والتقاليد والأنماط الاجتماعية العادية، وبيبلشوا بيفوتوا بعالمهم الخاص لأنهم صاروا يفهموا، وربما هن بالنسبة لهم يفهموا أكثر من أهلهم، فهون بيصير دائما صراع. هون عفوا جسدتوا مقولة أنه حط حالك محلي، يعني نحن بنحكيها بالعامية حط حالك محلي، فهون ساعدت يمكن بالأدوار. أكيد، فطبعا الشيء اللي تقدم بين الأولاد والأهل يعني على قد ما أنه على قد ما أنه بيعلم الطرفين. كيف كانت ردة فعل الأهل؟ يعني الحقيقة سألنا الأولاد بعدين كيف يعني شو استفدتوا من التجربة، قال يعني جزء منهم قالوا لنا أهلنا صاروا يتعاملوا معنا بطريقة أفضل، فيعني التعليم للطرفين بيكون يمكن
فهموا وجهة نظر كانوا كتير مغيبين كانوا عنها أكيد. وعززنا مبدأ الحوار والحل المشترك، الشراكة بالقرار بين الأهل والشباب. وبالمرحلة الثانية جبنا مختصين بالعلاقات العائلية وعلاقة الشباب بالأهل والمراهقين بشكل خاص، معروف طبعاً دكتور رائد محسن من لبنان، فتدخل على عدة مواضيع حساسة أحياناً ما بتكون تناقش بشكل سليم بين الطرفين، أحياناً بيكون في يعني ممارسة غير أيضاً سليمة بتوجيه الشباب. يعني مثلاً أنا لازم أقول لأبني لازم تجيب علامة عالية، لا بجوز هي إمكانياته، فقديش لازم أتعاطى مع الشباب لحتى أعطيهم التشجيع الكافي لي يقدروا يجيبوا أفضل ما يمكن، مو كسر مثلاً من معنوياتهم. يعني هي واحدة من تكون القصة، هي واحدة من الأمور اللي بتنطرح. فالحقيقة عدة محاور حساسة جدا لحتى نقدر نبني شخصية سليمة عند الشباب. طيب اليوم أي مؤسسة كان حضرتكم أو المؤسسات الثانية، خلينا نحكي عنكم بشكل خاص اليوم، كان عندكم أهداف حققتوها وإنجازات على الأرض موجودة، لسه في للحلم بقية أكيد يعني، ولكن أنتم بحاجة للدعم كرمال توصلوا لأهدافكم. خبرينا اليوم أنتم لشو بحاجة بشكل عام، المؤسسات اليوم بحاجة للدعم المادي المعنوي؟ أولاً بكل تأكيد الدعم المادي مطلوب، ولما بنحكي على الدعم المادي هون منعزز المسؤولية الاجتماعية عند رجال الأعمال، عند الشركات، عند المستثمرين، كل من يستطيع أن يتحمل مسؤوليته الاجتماعية من بنوك، من مؤسسات كبيرة. يعني اليوم تحمل المسؤولية الاجتماعية عند هي الفئة هو بدعم بإمكانيات سواء كانت مادية أو لوجستية لكل المؤسسات اللي عم تشتغل عمل تنموي. وطبعاً لما نشتغل نحن بعمل تنموي للشباب، يعني نحن عم نعد 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، لأنه نحن عم نبني جيل جديد. هذا الجيل لما منزرع فيه ثقافة جديدة، هالثقافة بتكبر بالتدريج، فما منقدر نلس نتائجها إلا لبعد فترة طويلة. يعني هذا مشاريع طويلة الأمد، وبالتالي بدها بالتأكيد دعم طويل الأمد وله استدامة. طب خليني أسألك عن دور المغتربين اليوم، في دور للمغتربين السوريين ضمن المؤسسات السورية؟ بكل تأكيد، والحقيقة يعني واضح تماماً قديش في عنا دعم سواء كان معنوي أو ما بدي أقول مادي بشكل المادي، ولكن بشكل تأمين إمكانيات أحياناً لوجستية من المغتربين السوريين. في متابعة فظيعة من قبلهم من برا للمؤسسة، في تواصل معنا، في حب المعرفة، قديش قادرين يقدموا لنا عن بعد. يعني النقطة المهمة هي الربط بين البلاد تماماً، حتى لو انه هنن خارج البلد. وما ننسى انه اليوم في مغتربين سوريين بفترة الحرب كان في كتير من العائلات السورية يلي طلعت خارج البلد، صار في شباب سوري ما عنده اطلاع على شو عم بيصير داخل البلد. فهي واحدة من الامور والتحديات يلي ممكن انه نقدر نشتغل عليها لاحقا، قديش قادرين نعمل تبادل حوار ثقافي امكانات ما بين السوري، الشاب السوري داخل البلد بين خارج البلد، ليقدروا يتعرفوا على شو عم يتبادلوا، إن كان بمعرفة أو إن كان بينقلوا تاريخهم في الداخل. واليوم في عنا مشروع للشباب بيقوموا فيه ليقدروا يركزوا على ثقافتهم، تراثهم، الفنون اللي عندهم، ويقدروا يلوا عبر منصات إلكترونية، وهذا قديش بيفيد شبابنا برا. فبكل تأكيد نحن بحاجة لكتير دعم على كل المستويات، بما فيهم المستويات الرسمية. وطبعا مشكورة وزارة التربية وسيد وزير التربية على الدعم الكبير يلي عم بيأمنه لتطور برامج المؤسسة دخول على المدارس أو بالبرامج الثانية يلي كان فيه إلى كمان شركاء كتير، مثل التوجيه التخصصي سواء من رئاسة جامعة دمشق أو من مجموعات ومؤسسات أخرى تنموية أيضا تستهدف الشباب. فبكل تأكيد يعني اليوم ما في حدا بيقدر يوصل رسالة لحاله إذا ما كنا كلياتنا عم نتحمل هي المسؤولية والمشاركة الجماعية.
كثير مهم هدول الفعاليات والمؤسسات، وخاصة نحن بظروف الحرب، يعني هي خلقت خلينا نقول لترمم جراح شباب كثير واحلام كثير لشباب. يعني للاسف اليوم صرنا نشوف الهجره صارت، والسفر يعني هو طموح كل الشباب، فاليوم هون دوركم ونحن ناطرينكم بنتائج كثير حلوه. يعني بكل تاكيد خليني ركز هون على نقطه مهمه. اليوم التكنولوجيا الحقيقه اسقطت الحواجز بين الدول، فاليوم ما عاد بدنا نفكر انه يلي بده يسافر معناتها ما عاد يرتبط ببلده، لا، بيرتبط لما بنعرف نربطه قيميا وبثقافته. فاليوم ما فينا نقول له فيك تطلع ولا ما فيك تطلع، بس فينا نفتح له امكانات داخل البلد، واحد فينا نعرفه على امكاناته الابداعيه وقدراته ليقدر يبدع وين ما كان، اثنين فينا نترك هالمجال المفتوح بينه وبين الخارج ليقدر يتعلم ويكتسب المعرفة في المتطورة في أماكن معينة، يعني حتى عبر التكنولوجيا. صحيح، هو موجود هون وقادرين نأمن للي موجود برا ربط مع الداخل. نعم. فقديش نحن قادرين نشتغل على هيدا الموضوع، هذا الحقيقة واحد من التحديات يلي لازم نشتغل عليها. أكيد لساتكم مثل ما بيقولوا بالبداية وإستاذ الهمة عالية، بنتمنى لكم كل التوفيق بنشاطاتكم القادمة، والسنة الجديدة تكون كلها خير وتحققوا فيها كل الإنجازات اللي بدكم إياها. شكرا كثير. نشكرك لوجودك معنا السيدة ماريا سعادة، وحضرتك رئيسة مجلس أمناء مؤسسة هنا هويتي. شكرين كثير. شكرا لصباحك وانتم قد التحدي، بنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا. اهلا.